هلا هاي اخذنا الموسيقى، برضو اذا بدنا نكمل بالمقاطع الثانيه بالغناء رح تكون نفس المذهب، نفس اللي اخذناه قبل شوي. خلينا نحط كل المقاطع مع بعض، الموسيقى مع الغناء مع الموسيقى مع الغناء، بعدين النهايه برضو رح نقفل بالموسيقى، رح تكون كلها بهاي الطريقه. العزف فيه جمود وانه في كتير اماكن فاضيه او سكتات طويله بين النغمات نغمه وثانيه، بتعبوها بالرش اللي هي عباره عن ريشه صاعده وهابطه بهاي الطريقه. طبعا لما رح نسويها سريعه رح تصير بهذا الشكل، هاي برضو اختياريه في حال اتقنتوها بتعطي جماليه للعزف، بس في حال انه لساتكم يعني مبتدئين بالاله فممكن ما تستعجلوا عليها، بتيجي لحالها مع الوقت مع كثره التدريب. فممكن اذا بدي استخدم انا الرش مثلا بمقاطع زي هيك مثلا، خلصنا اول بنكون خلصنا اغنيه حنا السكران لفيروز لليوم، وبتمنى تشوفوا اغانينا الثانيه على اعزف.com.